طيب، تحت شعار صوت التراث، مدينة شرم الشيخ بتشهد انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال أهل مصر، واللي بتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللي بتعد وسيلة فاعلة لتطوير المجتمعات وخلق أجيال جديدة في الحقيقة قادرة على صون المكتسبات. تفاصيل أكتر هنعرفها من خلال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي. أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك أستاذ أحمد وكل السادة المشاهدين، صباح الخير يا مصر. يعني عاوزين نعرف من حضرتك في البداية تفاصيل أكتر، يعني اللي بيتضمنوا وتتضمنوا تحديدا فعاليات النسخة الجديدة من مشروع أطفال أهل مصر. الحقيقة أطلقت معالي الوزيرة الفنانة الأستاذة الدكتورة إناس عبد الباين النسخة الثالثة زي ما حضرتك أشرت من مشروع أهل مصر للأطفال في جنوب سيناء، وبيستفيد بالدرجة الأولى المتضررين من السيول الأخيرة في محافظة أسوان جنوب صعيد مصر، وبعض الأطفال من المحافظات الحدودية زي محافظة الوادي الجديد ومرسى مطروح، وطبعا مناطق حلايب وشلاتين وشمال وجنوب سيناء. ده مشروع زي ما حضراتكم أشرتوا الهدف منه دمج الثقافات المحلية داخل الإطار الجغرافي لمصر، خاصة ما بين أطفال مصر جميعا. الجميع يعلم أطفال وشباب مصر يعني تقريبا قرابة 60% من المساحة السكانية أو التعداد السكاني للخريطة الديموغرافية لمصر. طبعا الاهتمام الاستراتيجي بالإنسان المصري أولا وتثقيفه لصقل يعني مهاراته الفكرية وإدراكاته ووعيه إلى آخر هذه الأنساق الفكرية الواجب وجودها واكتمالها لدى الأطفال وشباب مصر المستقبل القادم. المشروع تحديدا في جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ يضم حوالي 250 طفل من المحافظات اللي أشرنا إليها للسادة المشاهدين الآن. الهدف منه بداية تعريف الأطفال يعني مصر بشكل كبير جدا. هم بنختار من كل محافظة من المحافظات الحدودية عدد 50 طفل بيزوروا بشكل مجمع، بيقام بينهم الصداقات، بيقام بينهم العلاقات الإنسانية، الروابط القوية، بالإضافة إلى هذا في إطار فكري وإطار ثقافي وإطار فني. بعض الورش التي تقام بشكل منهجي وبشكل علمي تقدم ليهم، زي مثلا الورشة الأدبية، ودي بتكون فيها بعض الأفرع زي ورشة عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا، دي بتعلمهم العادات والتقاليد المحلية لكل محافظة حدودية. ورشة الحكواتي، ودي بتحكي التراث المادي الحكي الشعبي لهذه المحافظة وهذا المكان، تاريخ المحافظة. تمام. ورشة تعليم الخط العربي، طبعا يعني كثير من المبادرات داخل الإطار الجغرافي لمصر للاهتمام باللغة العربية والاهتمام بالخط العربي، الاهتمام بالتراث العربي لعموم المصريين، طبعا لا نغفلها أبدا. بعد كده في ورش حرف يدوية وبيئية اللي هي مرتبطة بشكل كبير جدا بأهالينا في أسوان وأهالينا في مرسى مطروح وهكذا، الهوية الخاصة بكل محافظة، بكل محافظة حدودية. بنبتدي نعلم بقى ال 250 طفل دول كل اللي هم رسل وسفراء من المحافظات الحدودية، بنعلمهم. طب أستاذ محمد، حالة المزيج ما بين المحافظات دي، بنتكلم عن محافظات حدودية الأسمرات سيناء، أهالينا في أسوان المتضررين من السيول خاصة المرة دي ليهم جزء خاص في هذه الفعالية، المزيج ده حضرتك شايفه إزاي؟ إيه اللي ممكن الأطفال يستفيدوا منه من هذه الحالة؟ اولا زي ما قلنا لحضرتك بيتحطوا كلهم في بوتقه وطنيه، يعني بيتم صقل العلاقات الانسانيه بالكامل ما بين هؤلاء الاطفال كلهم، بنشيل من عندهم فكره انا اسواني وانا من مرسى مطروح وانا سيناوي، فكره التهميش الثقافي بتلغى، فكره مبدا لا مركزيه الثقافه بتؤسس، بنزرع جواهم فكره الفرصه والامل. انت مش عشان بعيده عن العاصمه السياسيه القاهره أو العواصم الأهم أسيوط واسكندرية مثلا، المدن الحضرية بورسعيد يعني على هذا القبيل، لا بتكوني محرومة ثقافيا، لا مفيش الكلام ده، أنت مهم بنعزز عندهم مسألة العدالة الثقافية، ده حقيقي. وبؤرة الاهتمام الثقافي بتتوزع على مناحي جغرافية مصر بالكامل زي ما قالت وزيرة الثقافة، وزي ما بتأسس لدوت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة فنانها الأستاذ هشام عمرو الكاتب. طبعا بنتكلم على ورش فنية بنعلمهم
بنعلمهم تاني ورش ما بين حرف يدويه وبيئيه زي ورشه الاركيت الخشبي، ورشه الفورجي، تعليم المشغولات الجلديه الخياميه، يعني المنسوجات، ورش فنيه تانيه زي مثلا المسرح والاداء الصوتي والالقاء الشعري، مسرح العرايس، حاجات من هذا القبيل بيتم تعليم الاطفال على مدار اسبوع كامل نهارا ومساء، بالاضافه لان هم بيحضروا حفلات يقيمها اقليم القناه وسيناء على مدار فروعه الخمسه اللي هو السويس واسماعيليه وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، فرق فنيه بتقدم استعراضات واستكشاف عن الفنون الشعبيه لمحافظات مصر بالكامل، فرقه موسيقى عربيه بتاصل الهويه الوطنيه وتعيد الذوق الوطني او الذوق الجمالي لفتره الزمن الجميل، قد كده بنعلم الاطفال التذوق الفني الرصين. عايز اقول لحضرتك ان المبادره دي مبادره اهل مصر مش هي الوحيده الموجوده في اقليم القناه سيناء، لا كمان عندنا النهارده بنشهد ختام فعاليات شهر كامل من حياه كريمه في الانطره شرق القناه طبعا. اخيرا بتعبر الثقافه على ايد وزاره الثقافه حاليا قناه السويس، وبتقيم فعاليات في جنوب وشمال سيناء تحقيق العدالة الثقافية. أستاذ محمد نبيل، يعني أهم شيء بنسعى ليه جميعا وبنسعد بيه الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.